الفقرة الفقهية، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: سمعت أن يوم الجمعة يختص بمزيد فضل في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فنرجو منكم بيان ذلك. أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض علي. الصحابة قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا رسول الله؟ أرمت يعني إيه؟ يعني بليت، الأرض أكلت جسدك. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. ليه؟ لأن الصلاة على النبي عبادة من أسمى العبادات، لا ترد على صاحبها أبدا. القرآن فيه 89 نداء بيا أيها الذين أمنوا، كلها جاءت في أول الآيات إلا آية الصلاة على النبي، النداء بيا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء في وسط الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بدأ الله بنفسه وثنى بملائكة قدسه، ثم أصدر الأمر لجنه وإنسه: يا ملائكتي، يا عبادي، يا أهل الإيمان، إني أصلي أنا وملائكتي على حبيبي محمد، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيستحب الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، نكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن جحد الصلاة على سيدنا محمد. وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخش من الملكين رعبا، إذا سألاك قل لهما سيدنا محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على سيدنا محمد. اللي بيصلي على سيدنا النبي يسعد ويفوز، لأن الصلاة على النبي تنفع وترفع وتشفع وتدفع، تنفعك في الدنيا والآخرة، وترفع قدرك ودرجتك في الدنيا والآخرة، وتشفع لك بين يدي الله يوم القيامة، وتدفع عنك المكروه والسوء. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي لما قال: أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. عندك هم، غم، كرب، نكد، ضيق، صل على سيدنا النبي، لأن الصلاة على النبي تفرج الهموم وتكشف الغموم وتقضي الديون وترضي علام الغيوب. إذا كنت في هم وضقت بحمله وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، فصل كثيرا على المختار من آل هاشم، فإن الله يأتيك بالفرج. اللهم بلغ رسول الله صلاتنا وسلامنا وأشواقنا وتحياتنا، واجمعنا به دنيا وأخرى يقظة ومناما، جسدا وروحا، حسا ومعنى، اللهم آمين يا رب العالمين.